بيت الحكمة للثقافة هي مؤسسة ثقافية تأسست في الصين وفي مصر سنة 2011، يعني ظلت لغاية سنة 2023 معنية بالتبادل الثقافي ما بين الصين وما بين الثقافتين الصينية والعربية. ترجمنا تقريبا ما يزيد على 1000 عنوان من اللغة الصينية إلى اللغة العربية، وترجمنا أيضا من اللغة العربية إلى اللغة الصينية. مؤخرا في سنة 2023 بدأنا عدد من المشروعات المتعلقة بالمؤلفات العربية، سواء في النقد الأدبي أو التأليف العام أو سلسلة عيون الحكمة، وهي سلسلة معنية بإصدار كتب من التراث العربي القديم لكن بطبعات جديدة. هل يوجد تشابه بين الأدب الصيني والأدب العربي؟ يعني بنسبة كبيرة في تشابه كبير ما بين الأدب الصيني والأدب العربي، خصوصا ما يتعلق بالمسألة الاجتماعية، مسألة الاجتماعيات ومسألة المشاعر أكتر. يعني الأدب الصيني بيشتغل على فكرة المشاعر، وهو تقريبا هي نفس السمة الأبرز في الأدب العربي. ففي نقاط تلاقي ونقاط تشابه كبيرة جدا ما بين الأدبين الصيني والعربي. طيب بحكم عملك في هذا كمدير تحرير لبيت الحكمة، هل يعني لاحظت انه يوجد كاتب صيني مستهدف القارئ العربي؟ يعني ما اقدرش اقول كده، لكن احنا دورنا كدار نشر، يعني مؤسسه في الصين وفي مصر، ان احنا نبحث عن الاعمال الجيده التي يعني لاقت اقبالا كبيرا في الصين، والتي نتوقع انها تلاقي اقبالا كبيرا في لدى القارئ العربي. وبالتالي المؤلف دائما مش بيستهدف قارئ من ثقافة معينة، هو المؤلف بيعبر عن شيء بداخله وفي الآخر بيصدره على هيئة كتاب.